أشرح لكم بهالفيديو طريقة أنواع لفات الفعل. عندنا لفة التكسير اللي هي تكون غالباً مع الريترو، وعندنا لفة الويب العادية اللي هي تنبنى مع الفعل على طول. راح أبدأ أشرح لكم في المانيكان شلون نفرق بين اللفتين وكيف تطلع لنا ويب وكيف تطلع لنا تكسير. الحين أخذنا جزئية وراح نبدأ فيها اللف. أوكي، الحين راح ناخذ خصلة، يعني تعتبر متوسطة الكثافة، مو كثيفة ولا خفيفة بزيادة. عندنا هنا فير مقاسة 25. راح أبدأ بلفة التكسير. ركزوا معاي كيف أنا راح ألفها على الفير. راح أحط الحديدة تبع الفير من فوق وأبرم الخصلة وأنا أحطها على الحديدة. شايفين؟ شايفين حركة البرمة هذه؟ برمة واحدة بس. أكمل إلى أني أوصل إلى الطرف. طبعاً أنتظر الخصلة تمسك الحرارة كويس. ما في وقت معين إن الخصلة، يعني في بنات يسألوني يقولون خلود كم فترة الفير يجلس على الخصلة عشان تمسك كويس؟ على حسب أنواع الشعر، في شعر يمسك لك بسرعة، في شعر لا يطول شوي. طيب هنا مسكت عندنا الحرارة كويس، شايفين فكينا الخصلة، هنا أعطتنا التكسير اللي نحتاجه في الريترو. في ناس يلفون الخصلة بالفير بحيث إنه يكون الفير من فوق، وفي ناس يخلون الفير تحت الخصلة. وش الصح وش الغلط؟ ما في صح ما في غلط في النقطة، في طريقة تختلف عن طريقة. في ناس يحبون تكنيك إن الفير يكون من داخل ويبدون لف، وفي ناس لا تحب من فوق. يعني بالطريقتين تعطيك نتيجة. طيب الحين راح أوريكم نفس طريقة لفة التكسير، لكن يكون الفير من تحت الخصلة. حطيت الفير من تحت، نفس الطريقة أبرم برمة وأنا أحطها على الفير. في ناس تحبها من داخل، في ناس تحبها من برا. ممكن من داخل ميزتها إنها تعطي الشعر الفوليوم من فوق، تعطيها نفخة اللفة، راح تعطينا لفة تكسير. الحين راح أوريكم طريقة اللفة اللي هي لفة الفير العادية، لفة الويفي، وغالبا يعتمدونها في الويفي العشوائي اللي يكون مع الباف أو إنه ويفي طبيعي، وهي تعتبر من أسهل لفات الفير. تأخذ الخصلة جزئية بهالكثافة، تبرمين الخصلة على الحديدة نفسها على طول بدون ما تلفين الخصلة أو تبرمينها وأنت تحطينها على الحديدة، على طول تحطين الشعر بشكل انسيابي بحيث انها تعطينا لفة متكاملة مبرومة زي لفة الفير هذه. فهمتوا علي؟ اللفة اللي تجي مبرومة ما تجي مثل موجة، هذا الفرق. في بنات يقولون انهم كانوا يستخدمون الطريقتين في تسريحة واحدة فيحوسهم، فيكون مو مرتب ان كل جهة تكون شكل، كل خصلة شكل، فما يعطينا شكل فخم او مرتب. فالافضل ان مثلا التسريحة كاملة تكون بلفة الفير، او التسريحة كاملة تكون لفة التكسير. وهنا عندنا لفة الفير، غالبا يعتمدون انهم يفككونها بشكل عشوائي. شايفين؟ هنا عندنا لفة تكسير، هنا عندنا لفة ويبي. لما تجين تطلبين من اللي راح تسوي لك شعرك فرقي، مثلا انك تبين لفة تكسير، لفة ريترو، او لفة ويفي عشوائي.